وتاتي. اليوم ان شاء الله نحضروا الخبز. الخبز الكوشة كيجي خفيف هشيش. هنايا نسحقوا نص فرينة، نص كيلو فرينة. بسم الله. هكا هنايا بسم الله نسحقوا سميد رقيق. هنا ندير بسم الله جوج زلايف، صافي نص كيلو. كيشد ليا هكا 3 جوغ انايا تاع الخبز، هكا جوج زلايف تاع الخبز تاع السميد رقيق. وانا كندير جوج مغارف تاع السكر حبيبات، ونزيد له هنايا مغرفه كبيره تاع الملح. فوالا، وكنزيد له جوج مغارف خميره. بسم الله. هلا جوج مغارف خميره. وهنايا نزيد الزيت. بسم الله. زيت زيتون من احسن فوالا تاع كارفور ولا كازين ولا المهم. نديرو ربع مغارف ولا 5 كاع، باسكو درت بزاف تاع السميد والاخر. هيا نخليوه شويه يضرب. نخلطو هذا الشيء كاع مليح. فوالا نخلطو كاع مليح. هنا بعد ما خلطنا هذاك لي زانغريديو خواتاتي، هنايا انا درت هذا الشيء، واللي بغى يدير موا يدير زلافه سميد وزلافه فرينه. المهم هنايا انا ندير شويه حبه سوداء، يعني نقولها حبه سوداء ولا نيجل. فوالا بسم الله كتعطي المذاق زوين للخبز تاعنا. هكا شويه نديرو الماء. الماء يكون دافي. بسم الله. والماء على حساب نبقاو بيتخان يدور ونشوفو خاص نزيدو له ما نفيغا. هنا نحبسو بعد ما كملنا بالعجين. انا درت هذا كله سي ان لتر تاع الماء. هنا درك حندهنو شويه بالزيت الفوق، زيت زيتون مليح الخبز. نديرو زيت زيتون، اي حاجه ابغى القليان نديرو الزيت الاخرى، مليح بوغ صحه بنادم باسكو زيت زيتون راه مليحه. نخليوه دركا هكا ونخليوه ونغطيوه ونخليوه يطلع. ها راه الخبز بعد ما طلع البنات، ها راه كيفاش يجي. بسم الله. ندهنو يدينا هكا بالزيت. بسم الله. هكا كيفاش كنديرلو انا، ما كنديرلوش سميد هذا الخبز، ما كنديرلو سميد ما والو. فوالا كنبغي نديرهم كبار. هكا
نزيد واحد اخرى فوالا نزيدو لوطخوازيم انا يخرجوا لي هنايا شي ربعه بصح انا ندير واحد بيضات صغيورين اللي كيقول لهم بطبوط نقدر نعمروهم من الداخل نوري لكم بعد كيفاش ندير له دوك هادو هنايا كنقلبوهم هكا شفتوا ما درت لها سميد ما درت لها فرينه ما والو تديروا له بابيي دو كويسون كوم سا ولا تديروا تحت تديروا له الزيت تدهنوا البلاطو تاعكم بالزيت ولا ديروا هكا لو بارتي دو كويسون هكا خصكم ترقوها مليح هكا باش نزيدو نخليوه يطلع باش نديروه في الفرن حتى هنايا خليوها يرقاق نكملو كاع هاد الخبزات ان شاء الله هذاك الشيء اللي بقى ليا الخبزات ولا نديرو هكا الفرينه هكا ونشوفو هكا هكا نخرجو هادوك الخبيزات الصغار نرقو هكا ناخذو اي حاجه بغينا هكا اي حاجه انا ندور بها انا ناخذ هذه يلا هكا هنايا درت دو جون ديف مع شويه تاع الحليب اللي عنده لا فانيلي كيد يقدر يدير فانيلي كيد هنا نخلطو مليح وندهنو هاد الوجه تاع الخبز بعد ما طلع بعدما دهنا بهذاك الوجه مليح راح نديرو فيها حبه سوداء ولا سنجلان ولا نخليوها هكا انا ديجا درت في لاباط هكا نزيد شويه هكا ونديروه في الفرن يطيب بعد ما تسخنوا الفرن 250 دوغري وحتى يسخن مليح الفرن وباش تدخلوا راه بنات هذاك الخبز بعد ما طلع هذوك الخبيزات الصغيورين بسم الله البنات هنايا نقلبوا هذوك الخبيزات الصغيورين تاعنا ونخليوهم يتحمروا فوالا البنات الخبز بعد ما طاب خرجناه ها راه شوف كيفاش كيجي خفيف كيجي هشيش فوالا فوالا شوفوا فوالا كيفاش كيجي الله يبارك وساهل فوالا البنات كيفاش كيجي
وهادو هما الطبوط هذاك خبيزات صغار هكا تقدروا تعطيهم دراري صغار هكا باش ما يخسروش الخبز بزاف ولا تقدروا تعمروهم لداخل تديهم ديروا ساندويتش. هاتوا نحل لكم واحده تشوفوا يجي هاهو من داخل. شوف كيفاش يجي طري بصحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله يعجبكم.